بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل العزيز أحمد خليل وللكابتن إبراهيم خلفان والكابتن مبارك مصطفى على هذه الرؤية الفنية. وكما اتفق الجميع على أن إشكالية نادي الخريطيات الذي يواجه السد اليوم تكمن في إشكالية، لا إشكاليات فردية بل إشكالية مجموعة وإمكانيات مجموعة كانت تلعب بدوري درجة ثانية، والأمر يختلف تماما عندما تلعب في الدرجة الأولى وأمام فريق مدعم ومدجج بالأسماء إن كانت من مواطنين أو محترفين نادي السد. لذلك يحاول الخريطيات أو على أقل تقدير أن يخرج بأقل الأضرار. أيها الكرام، ها هنا نلتقي عبر مطلع الشوط الثاني، الجولة الأولى من دوري نجوم قطر. السد الخريطيات، شوط المباراة الأول انتهى لصالح نادي السد بهدف عن طريق النجم الإسباني والوافد الجديد ثانتي كاثورلا بعد تمرير جميلة من بغداد بنجاح وخطأ كان من جانب الحاجم مصطفى لاعب نادي الخريطيات. تشكيلة الفريقين، لدينا السد سعد الشيب حراسة المرمى، بيدرو ميغيل، وويونغ، طارق سلمان، عبد الكريم حسن، كاثورلا، جويلرمي، نامتاهي، الهيدوس، بغداد منجاح، وهاشم علي باللون الأبيض يلعب نادي أسد. هنا ثانتي كاثورلا يلعب الكرة بصورة جميلة لكن ضاعت على هاشم علي، ضاعت على هاشم علي. في الجانب الآخر لدينا شاب ممدوح حراسة المرمى، أحمد عبد الحي، الحاج مصطفى، محمد عثمان، المهدي الخماسي، رشيد تيبر كانين، محمود سعد، جيمس سلام، محمد شعبان، بجمان منتظري، وعبد الرحمن محمد باللون الأزرق. هذه تشكيلة نادي الخريطيات. مسرح المباراة هو الملعب الذي استفضنا في الحديث عنه في شوط المباراة الأول، ملعب المدينة التعليمية. هذا الملعب الذي كما ذكرنا قلنا يتوسط مجموعة من الجامعات العالمية ومن مراكز الأبحاث ومجموعة من المؤسسات التي تعتبر رافدة في بناء الإنسان والأوطان ودورها بارز على مستوى العالم. هنا محاولة ملعوبة والكرة داخل منطقة الجزاء، يا سلام على هاشم علي، مهارة رائعة 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 من جانب هاشم علي، لكن مرت، عايز يسجل هاشم علي، عايز يسجل ومصر على التسجيل. ركلة ركنية تأتي من جانب نادي السد، ثانتي كاثورلا يلعبها كازورلا داخل منطقة الجزاء، المحاولة لتسديدة وتمر إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى، تلعب الكرة في الأمام من جانب بيدرو، تصل لوسط الملعب، المهدي يحاول حفاظ على الكرة، المهدي الخماسي، عبد الرحمن محمد، تمر إلى رمية تماس، كرة عبد الرحمن محمد، رمية تماس، ملعوبة رمية تماس وإشارة إلى وجود خطأ. نقلها للأمام ومحاولة ملعوبة تصل لمنتصف الملعب، سانتي كاثورلا، سلام يحاول أمامنا بكل هدوء، تمريرة وكرة ملعوبة كانت من محمد عثمان عائدة لسعد الشيب الذي لم يختبر كما ذكرت طوال المباراة لا وجود لأي هجمة على مرمى سعد الشيب، ولا هجمة أتت على مرمى سعد الشيب. محمد سلام، تمريرة وكرة ملعوبة، كازر لا وقت لنادي السد الانطلاق للأمام والكرة تلعب مباشرة، مرت الكرة من جانب كاثورلا، محمود شعبان، محمد سلام، عبد الرحمن محمد، يا سلام بصورة جميلة، لكن حكم المباراة قال ما في شيء، الكرة الماضية حسن الهيدوس، يا سلام تغيير اتجاه اللعب بصورة جميلة إلى هاشم علي، تلعب كرة هاشم علي، نام تاهي باحثا عن التقدم، جويلرمي
كورة ملعوبة. كازور تمرير الهيدوس نامتاهي يلعب الكورة مباشرة العرضية وباحث عن لمسة، لكن بجمان منتظري بصورة رائعة يبعد الكرة الماضية. حاول كانت موجودة أمامنا ومباشرة بجمان منتظري بالمرصاد. ركلة ركنية وكرة حاضرة من جانب سانتي كازورلا. تلعب كرة كازورلا داخل منطقة الجزاء. ركلة حرة مباشرة، شوط ثاني يبدأ كما كان شوط المباراة الأول. وللأمانة يعني هناك قد يكون إجماع في المباراة حتى من الزملاء على أن واقع المباراة وواقع الشوط، يعني الشوط حتى الثاني من هذه الشوط الأول من هذه المباراة كان أقل من المتوسط، إن صح التعبير أقل من المتوسط. تلعب الكرة لوسط الملعب، تمريرة وتغيير اتجاه اللعب، تغيير اتجاه اللعب ومحاولة للتقدم والانطلاقة. كرة تعود مجددا إلى وسط الملعب. حاول حاضر هنا أمامنا تغيير اتجاه اللعب، تغيير اتجاه اللعب. والتمريرة باحثة حتى الآن عن كازورلا الهادي الرائق تماما في أداء سانتي كازورلا. الكرة البينية ملعوبة وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب كرة عبد الكريم حسن. محاولة كانت موجودة أمامنا ونقلة رائعة كانت موجودة أمامنا، مرت مباشرة كرة عبد الكريم حسن. شوف في الإعادة هنا اللعبة اللي أتت أمامنا والكرة اللي أتت أمامنا ومرت مباشرة. نقلة للأمام وتمر إلى طارق سلمان. طارق سلمان كرة تعود إلى وسط الملعب. ومحاولة لتغيير اتجاه اللعب. كرة مع محمد شعبان لا جديد حتى حين اللحظة في واقع المباراة التي أعتقد في ظل هيمنة السد وسيطرة السد وانزواء الخريطيات على عدم المجازفة سيبقى واقع المباراة ثابتا، فقط ننتظر فيه هدف آخر لنادي السد. فهل يأتي الهدف؟ هل يأتي الهدف؟ هل يأتي الهدف؟ هل يأتي الهدف؟ هل يأتي الهدف؟ نعم 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 نعم. ولكن يا فرحة ما تمت، يا فرحة ما تمت. هدف يلغى بداعي التسلل يا بغداد بنجاح، يلغى بداعي التسلل. انطلاقة كانت جميلة وانطلاقة كانت رائعة، وأجمل من الانطلاقة التمريرة التي أتت عن طريق حسن خالد الهيدوس، ولكن راية التسلل تحرم بغداد بنجاح من هدف كاد أن يكون مؤكد. حسرة على ضياع الكرات، وهنا نجم الكبير لمسة الهيدوس كانت من جن لبساته شخصيا. سيتم نعم احتساب الهدف بالعودة للفار، نعم يحتسب الهدف بالعودة للفار، يحتسب الهدف وحكم المباراة يقر ويقول تكتمل فرحة بغداد بنجاح، تكتمل فرحة بغداد بنجاح. هدف إذن يأتي بصورة جميلة
لبغداد بنجاح وقرار سليم، لأنه أعتقد أنه اللاعب الموجود في أقصى الجهة اليسرى، أعتقد أنه راية التسلل في اللقطة الماضية الأمر لم يكن يعني أبداً طبعاً بمحمد سلام، ولكن الأمر الذي يعني أو السلامة بالسلامة 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 تدخل بقوة في اللقطة الماضية. بطاقة صفراء على محمد سلام بالسلامة بالسلامة، يحتاج إلى ترميم كبير نادي الخريطيات، يحتاج إلى ترميم بصورة كبيرة نادي الخريطيات. هنا تدخل كان قوي جدا من جانب محمد سلام، وكذر لا يتولى أمر هذه الكرة. محمود سعد أعتقد هو من كسر التسلل، محمود سعد من جانب الخريطيات. هنا الكرة ملعوبة والاستخلاص يأتي، تصل لعبد الرحمن محمد، عبد الرحمن يلعبها الضغط من جانب لاعبي نادي أسد، وخطأ لصالح عبد الرحمن محمد. ملعوب الكرة، تلعب مباشرة بيدرو بغداد بنجاح، اللمسة بصورة جميلة وبصورة رائعة 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 رائعة، أعتقد يعني شهية نادي السد، فتحت شهية نادي السد. في الواقع الذي نراه فتحت شهية السد تماما. ركلة ركنية، ساتي كاذورلا داخل منطقة الجزاء الرأسية، يأتيها لبعاد والكرة تعود، يعني تشعر ان بغداد بنجاح كان محتاج لهدف من يعني استعادة الذاكرة التهديفية وذكرى التدوين، وهنا ذاكرة الاهداف الجميلة وليس اي اهداف التي كانت عادة ثابتة وراسخة لبغداد بنجاح، كان يحتاج يسجل هدف بذاك الجمال الذي سجله ليستعيد ذاكرة الاهداف الجميلة المحتفظ بها اللاعب والتي غاب عنها لفترة، واعني هنا الاهداف الجميلة وليس اي اهداف. ممدوح الليثي يلعب الكرة في الأمام، نقلة أمامية ومحاولة تمريرة إلى وسط الملعب عائدة إلى ويونغ، ويونغ في وسط الملعب، تقدم للأمام ومحاولة لاستخلاص الكرة، الإبعاد يأتي بعد ذلك والتمريرة ملعوبة عائدة لوسط الملعب. محمود سعد إلى ممدوح الليثي، تمريرة من جانب الليثي والأخطاء متكررة، الأخطاء الدفاعية، ثانتي كاثورلا، كاثورلا بتمريرة إلى هاشم علي، عائدة كرة هاشم عبد الكريم، يا سلام لكاثورلا، التسديدة، سلام يا سانتي كاذورلا، يا سلام يا سانتي كاذورلا، انبحثت عن الأهداف الإعجازية
فابحث عن فانتيكا بيرلا، إن بحثت عن أهداف فيها بصمة الجمال والفن والطرب الكروي فابحث عن فانتيكا بيرلا. موسيقار السداوية بعد تشافي يأتي الجميل فانتيكا بيرلا ليزين لنا العشب بتمريراته ولمساته الجميلة. فانتيكا بيرلا تسديدة رائعة 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 أتت عن طريق فانتيكا بيرلا يضعها في الشباك مدونا الهدف، وكورة معانق الشباك بصورة جميلة وبصورة رائعة للاعب اعتدنا أي لمسة تخرج من قدمه فيها بصمة وفيها لمسة جمال. تلعب الكرة للأمام، تمريرة ونقلة إلى وسط الملعب، عائدة الكرة، المحاولة هنا للتقدم من جانب نادي الخرطيات لوسط الملعب، محاولة التسديدة وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، مرت مباشرة للكرة الماضية. ما زال حتى الآن يحاول أمامنا النادي الخريطيات لإيجاد هجمة على أقل تقدير، لا يجد حتى الآن أي هجمة نادي الخريطيات. غويليرمي، تمريرة في الأمام من جانب غويليرمي، التقدم والكرة عائدة ملعوبة، فانتيكا بيرلا يا سلام بصورة جميلة بدأ الآن، شوف ارتفع نسق المباراة، فانتيكا بيرلا بالهدف الذي سجله ويعني أحيا لنا المباراة. أكرم عفيف يا سلام على اللمسة من جانب أكرم وتمر الكرة إلى حارس المرمى. شوف هذه دكة البدلاء التي كنا نتحدث عنها، هذه دكة البدلاء التي كنا نتحدث عنها، خرج هاشم علي ودخل من؟ دخل أفضل لاعب في آسيا أكرم عفيف. أكرم عفيف قيمة كبيرة لأسد، تمريرة ملعوبة فانتيكا بيرلا تعود هنا أمام، انطلاقة في الأمام والمحاولة للمرور، السلام والتمريرة بصورة جميلة، الهيدوس يبحث عن درب المرمى والكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب مرت كرة حسن الهيدوس. قلنا أنجح اللاعبين إنجازاتا مع كرة القدم القطرية بالإنجازات التي حققها حسن الهيدوس. بالمناسبة على صعيد الفئات السنية من أكثر اللاعبين تحقيقاً للألقاب منذ أن بدأ مع براعم نادي السد، وجاءت فترة وتوقف عن مزاولة كرة القدم حسن الهيدوس، توقف تماماً وكان سيقطع كرة القدم تماماً، لكن عندما جاء المدرب بورا ميلوتوفيتش عام 2004-2005 إلى نادي السد واستعان بجل اللاعبين الشباب، كان هناك مشروع للأسماء الشابة، المشروع الذي خرج منه طبعاً خلفان وعلي ناصر ويوسف أحمد وعلي عفيف ومجموعة ومسعد الحمد ويوسف أحمد، وهذه المجموعة شكلت رافداً وجيل لنادي السد. وأذكر ذاك الموسم السد حل خامسا وبعد ذلك يعني ضجت الجماهير حزنا على مدرب الفريق، لكن أخذ بطولة كأس الأمير وخلق جيلا لنادي السد، بعده أتى فوساتي وبدكة بدلاء قوية، وذاك الجيل حقق الرباعية لأول مرة في تاريخ الكرة القطرية لنادي السد ومع أي فريق في تاريخ الكرة القطرية. العرضية ملعوبة، عبد الكريم حسن في الاستخلاص، تمر الكرة من أمام عبد الكريم، هناك حوادث خالدة في كرة القدم القطرية ولقطات ثابتة قد يسجلها التاريخ ومنها رباعية نادي السد. ملعوب الكرة وتمر سهلة إلى سعد الشيب. كرة القدم القطرية منذ نشأتها عندما أنشئت عام 1948 ومن خلال هذه كانت أول مزاولة في التاريخ في منطقة دخان في بطولة هزلدن والذي كان يرأس شركة نفط قطر حينها. هنا المحاولة والكرة داخل منطقة الجزاء، الله، هدف يأتي لنادي الخريطيات، هدف رائع يأتي لنادي الخريطيات في مباريات في مباراة الأخطاء الدفاعية، في مباراة الأخطاء الدفاعية. شوف الكرة حاضرة أمامنا ومن بين الأقدام من خطأ يدون الهدف ويسجل الهدف من جانب نادي الخريطيات بعد طول انتظار من هجمة وحيدة، يقتنص نادي الخريطيات ويدون الهدف معلنا عن الهدف الأول، وغضب لتشافي ولما لا يغضب، وفريق تفنن في إضاعة الكرات، زحمة من الفرص والهجمات أضاح نادي السد وقد يتحسر عليها، لذلك يعلم تشافي
الحسرة في ماذا؟ في أن الخريطيات لو أتى بأي هدف سيؤرق ناري السد. إذن هدف يأتي عن طريق رشيد كرين الذي يدون الهدف الأول لنادي الخريطيات في أول تجرؤ يأتي لنادي الخريطيات على مرمى نادي السد. قلنا أيها الكرام عبر سيرة التاريخ 48 بداية أول بطولة في قطر باسم هزلن، وفاز فيها فريق اتحاد العرب الذي يشكل أول فريق في تاريخ كرة القدم القطرية زاول كرة القدم وشكل وكان بداية الحياة القطرية في دولة بداية الحياة الرياضية في دولة قطر. فريق اتحاد العرب ذاك كان أول فريق في تاريخ كرة القدم القطرية. هذا يمثل حدثا مهما في سيرة الرياضة القطرية، حدث مهم في سيرة الرياضة القطرية. والفريق الذي كان تابع لشركة دخان النفطية كان مكون من جاسم علي وعتيق صقر ومحمد المالكي وناصر الهاجري ومحمد المعضادي وصالح المهندي والتميمي ومحمد الكواري وجمع المناعي ومخيت الكواري. هذه أول مجموعة زاولت كرة القدم في تاريخ قطر موسم 48-49 عبر التاريخ. هذه واحدة. انطلاقة الدوري القطري 63 وحصول فريق المعارف على 3 بطولات متتالية، هذا يعتبر أمراً خالداً في تاريخ كرة القدم القطرية، لأنه البداية كانت مع الفريق الكبير المعارف الذي كان نداً قوياً لفريق العروبة الذي مثل الحدث الثالث، وهو حصول على بطولة الدوري لخمس مواسم متتالية لفريق العروبة الذي ضج بعديد من الأسماء الكبيرة والذي كان حينها هو عنوان كرة القدم القطرية في فترة الستينيات ومنافساً لفريق المعارف. طبعاً هناك مجموعة من الأندية، أندية الأحرار الذي كان من الفرق المعروفة والفرق الكبيرة في فترة الستينيات، فريق النصر، فريق العروبة، فريق المعارف، كل هذه الفرق كانت تمثل تنافسا حقيقيا تاريخيا، بالإضافة طبعا لفريق التحرير الذي كان بداية نشأة النادي العربي 52 وبعد ذلك جاء الوحدة ومن ثم دمج عام 72 تحت اسم العربي إبان الدمج. هذه الفرق كانت تشكل تاريخا خالدا في كرة القدم القطرية. 5 ألقاب بعدها الحدث الخالد 81 بطولة، طبعا على صعيد المنتخبات 81 إنجاز الشباب، ولكن على صعيد الأندية يأتي بعدها رباعية السد في موسم واحد. هذه من الأحداث الخالدة أيضا والتي دونها التاريخ 2006 في تاريخ الكرة القطرية. لذلك عندما تبدأ التاريخ ستقف عند محطة خالدة شكلها ودونها نادي السد، وهي رباعية السد مع جورج فوساتي التي حققها 2006. ويبقى بكل تأكيد الحدث الأهم في دولة قطر على هذا التطور الكبير هو استضافة كأس العالم، وهذا أمرا طبعا لا مثيل له. انطلاقة من جانب الهيدوس، محاولة المرور عن طريق الهيدوس والعرضية والإبعاد يأتي مباشرة، يأتي الإبعاد مباشرة، لقطة ومحاولة كانت أمامنا وأتى الإبعاد مباشرة والكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، وبعد الكرة من أحمد عبد الحي. شوف المباراة بعدما أتت الأهداف يعني ارتفع النسق، انتعشت المباراة، انتعشت الهجمات بعض الشيء بعدما كان الأداء هادئا يغلب عليه النعاس. الركلة ركنية مع ثانتي كاثورلا، تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء من جانب كاثورلا، عبد الكريم حسن، التمريرة من عبد الكريم عائدة لصالح نادي الخريطيات، تمريرة في الأمام عبد الرحمن محمد، الانطلاقة من جانب عبد الرحمن، عبد الرحمن كرة في الأمام ملعوبة لكن يبقى وحيدا يتيما في خط المقدمة، لا وجود لكرات له لرشيد كنين. تغيير اتجاه اللعب، عبد الكريم حسن، تعود كرة عبد الكريم إلى طارق سلمان، طارق سلمان عائدة كرة طارق سلمان والنقلة في الأمام إلى ثانتي كاثورلا، ثانتي كاثورلا يلعب الكرة إلى حسن الهيدوس، الهيدوس التقدم للأمام والمحاولة من جانب الهيدوس ومرت بعد ذلك كرة حسن الهيدوس، مرت كرة الهيدوس، انطلاقة أمامية وكرة عائدة، محمود سعد يحاول أمامنا في مواجهة حسن الهيدوس، تستخلص الكرة المهدي الخميسي يلعبها بصورة جميلة، كرة المهدي الخميسي تلعب وتغيير اتجاه اللعب،
الاستلام حاضر هنا أمامنا والمحاولة لتسديدة ولكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. حاول كانت من جانب عبد الحي مرت إلى خارج أرضية الملعب. يوسف آدم حتى حين اللحظة أعتقد الهدف بعض الشيء أحيا في نفسه أمل بعدما أظلمت كل الأماني على إيجاد هجمة فقط لم يجدها نادي الإغريقيات. الهدف بعض الشيء أحيا النقلة في الأمام والمحاولة هنا ملعوبة للأمام. نام تاهي يلعب الكرة إلى أكرم عفيف يبحث عن المرور. أكرم تمرير حول منطقة الجزاء والاستخلاص يأتي بعد ذلك. يأتي الاستخلاص محمد سلام إلى ثانتي كاذورلا بتمريرة ملعوبة. عبد الكريم حسن والتسديدة وفي الجول. تسديدات إذن ليس لها إلا كيمو إن سمعت أن السد دون هدفا من تسديدة قطعا ستكون بأقدام عبد الكريم حسن. كرة تغال الدرب في المرمى من جانب محمد سلام والأخطاء الدفاعية تكلف الإغريقيات الكثير والكثير. والهدف الرابع لنادي السد الذي يقبض على المباراة تماما من سوء الطالع أن تبدأ مباراتك وأنت صاعد من دوري الدرجة الثانية أمام نادي السد. من سوء الطالع أن تبدأ المباراة أول مباراة لك تبدأها أمام نادي السد. 4 أهداف وأعتقد ستزيد الغلة. الكرة ملعوبة. أكرم عفيف عبد الكريم حسن مرت إلى رمي التماس عائدة مجددا لوسط الملعب. نقلة هنا أمامنا ومحاولة للمرور والتقدم الانطلاقة ومحاولة البحث عن كرة عرضية ولكن تبعد بعد ذلك. تبعد الكرة ووجود راية تسلل في اللقطة الماضية. أمر التغيير اتجاه اللعب وكرة تمر مباشرة. نقلب وكرة عائدة إلى محمود سعد يلعبها محمود سعد. كرة أمامية وتمريرة إلى وسط الملعب. المحاولة هنا للمرور والنقلة حاضرة تبعد الكرة بعد ذلك من جانب حسن الهيدوس وإشارة إلى خطأ يأتي أمامنا. الهيدوس بداية الظهور كانت مع منتخب المدارس ومنتخبات المدارس الأمانة كانت لها في تاريخ الكرة القطرية بصمة واضحة عبر التاريخ. والمدرسة دائما هي الرافد الأساسي لإخراج اللاعبين إذا ما أعطيت قيمة لحصص الرياضة. هذا أمر له أثر الكبير والكبير عبر كشافي الأحياء أو الكشافين عن طريق المدارس. وقطر بالمناسبة أول منتخب عام 63 كان منتخب المدارس الذي شكل هذا كتجمع في إلى دولة الكويت. أول وفد رياضي يشارك في تاريخ الدورة العربية كان حينها منتخب المدارس حينها. هنا التسديدة الدورة التي كانت لجميع الألعاب وكان يمثل مجموعة من الأسوأ منها كان طبعا يوسف الساعي الحكم الذي يعتبر أول حكما قطريا مساعدا شارك في كأس الخليج 70 كأول حكم مساعد. يوسف الساعي والذي كان رئيسا لاتحاد السباحة وكان لاعبا فذا أيضا مع خالد بلان أفضل من أجبت الكرة القطرية في وجهة نظر الكثيرين. نادر شلبي محمد الخواجة عبد الأمير زينل والفذ أمان عبد الكريم الذي أحرز أول ميدالية لقطر في هذه البطولة نفسها الميدالية الفضية والتي يعتبر أول إنجاز خارجي لكرة القدم القطرية وكان لاعبا متألقا في ألعاب القوى ومع عديد الأندية وخصوصا نادي العروبة.
هذا جزء من التاريخ. وهنا لدينا تتجدد صناعة التاريخ عبر أسماء عدة ومنها الهيدوس، يخرج إذن إلى خارج أرضية الملعب. يوسف عبد الرزاق القادم من نادي العربي إذن يأتي إلى داخل أرضية الملعب. يوسف عبد الرزاق إلى داخل أرضية الملعب. طارق سلمان أيضا خرج إلى خارج أرضية الملعب. وهذا هو الأمر الجميل الذي نراه أمامنا، التجديد الحاضر. أحمد السهيل أيضا إلى داخل أرضية الملعب من جانب نادي السد. يوسف عبد الفتاح الكرة العرضية ملعوبة، واحد من الأسماء الذي يعتمد عليها مدرب العنابي سانشيز بصورة كبيرة جدا. يوسف عبد الفتاح تمريرة ملعوبة وكرة داخل منطقة الجزاء. بنجاح، بنجاح يبحث أمام محمود سعد وزحمة من لاعبي الخرطيات، والخطأ على بغداد بنجاح. إذا نتوقف بعض الشيء للشرب والاستراحة، بعض الشيء والاسترواح. وها هنا في باكورة المباريات وافتتاح ملعب المدينة التعليمية، السد يتقدم بأربعة أهداف. والملاعب في دولة قطر لها تاريخ أيضا، لأنه منطقة دخان شهدت أول ملعب في تاريخ قطر في منطقة دخان عام 48 كما ذكرت، 49 أول ملعب مورست فيه، ملاعب مورست فيها كرة القدم كانت في منطقة دخان. وبعد ذلك الملعب، وجاءت عديد الملاعب عندما بدأ نادي النجاح، وكانت بعض الملاعب تعتبر بعض الملاعب كانت منازل لرؤساء الأندية، بعض الملاعب والبعض كان من محبين نادي يتبرع بملعبه بجزء من منزله ليكون ملعبا. وهذه قصص يطول شرحها في التاريخ القطري. بعدها جاء استاد الدوحة عام 63 الذي تم تعشيبه في عام 63، والذي يعتبر أول ملعب عشبي في منطقة الخليج، أول ملعب عشبي في منطقة الخليج. وهذا ذاك الملعب استضاف سانتوس البرازيلي بقيادة بيلي في مباراة خالدة واجه فيها الأهلي، استضاف محمد علي كلاي ذاك الملعب، واستضاف أسماء كبيرة كان هو يمثل يعني الحياة الاجتماعية والرياضية والثقافية في دولة قطر، ملعب استاد الدوحة. واستاد الدوحة قصة لحالها في التاريخ، عندما كانت حتى يعني في أيام الأحداث الكبيرة كانت تسمع أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، معناته أن هناك حدث كبير سيكون على أرضية الملعب. بعدها كانت الأندية تتنقل إلى أن جاءت عام 84 واللجنة الرياضية وتأسيس الأندية 84، أندية السد والعربي والأهلي والخور، وهذه أغلب الأندية التي كانت موجودة. وبعدها جاءت ثم الأندية الأخرى، نادي الغرافة الذي كان بافتتاح في وجود إي سي ميلان، وبعدها طبعا تجديد استاد خليفة الذي افتتح طبعا في السبعينيات في استضافة بطولة الخليج الرابعة، وجدد بعد ذلك، ومنها بداية الألفية جاسم بن حمد، والآن ملاعب كأس العالم، وهذا ذروة الإنجاز والإبداع. هذه سيرة الملاعب إذا ما تحدثنا عن الملاعب، والتاريخ للأمانة يطول حول هذا الأمر، ونحن سننتظر هذه الملاعب التي تضج باللاعبين إن مد الله في العمر بعد 808 أيام و17 ساعة و7 دقائق بالضبط سيكون افتتاح أول مباراة في كأس العالم بإذن تعالى. إذن الخرطيات أيها الكرام يرمي بكل أوراقه نادي الخرطيات الآن، وعسى أن تغير من الحال، لكن أعتقد أن الواقع واقع الفريق وإمكانيات الفريق تغني عن الحال وعن أي جواب. طبعا نذكر أن بالإضافة إلى الملاعب التي ستحتضر المونديال، ملعب المدينة التعليمية، ملعب الريان، ملعب راس أبو عبود، ملعب الثمامة، ملعب الوكرة، وملعب استاد خليفة، وملعب البيت الذي يمثل صورة جميلة. كل هذه الملاعب 8 ملاعب بإذنه تعالى، بالإضافة إلى ملعب لوسيل
التي ستحتضن المونديال قطر القادم. والجميل أن كل من سيحضر بإذن الله ستكون لديه سعة عبر تاريخ كؤوس العالم. لأول مرة في التاريخ يستطيع عاشق كرة القدم أن يتابع أكثر من مباراة في يوم من واحد، وحتى على صعيد الكلفة، لأنه في السنوات الماضية البطولات الماضية إذا أردت أن تنتقل من مدينة إلى مدينة في البرازيل مثلا كلفة سكن جديد ومواصلات جديدة وتنقل جديد، هنا 28 يوم ملاعب كلها بجانب بعضها، فقط تستطيع أن تكون في سكن واحد طوال 28 يوم ولا تحتاج لكلفة التنقل سوى التنقل بين الملعب. تبات إلى خارج أرضية الملعب وبغداد منجاح إلى داخل أرضية الملعب. بغداد إلى خارج أرضية الملعب. إذن النجم الجزائري والجزائر قدمت لنا أول محترف في تاريخها، وكان طبعا النجم الكبير رابح ماجر عندما أتى بداية التسعينيات مع نادي قطر كواحد من أفضل اللاعبين الجزائريين. بعد ذلك جاء علي بن عربية جزائري تألق وأبدع بصورة كبيرة جدا جدا جدا. بن عربية تبديل إذن أيضا مد وعد إلى داخل أرضية الملعب من جانب نادي السد، يرمي الآن بجل أوراق لشافي هيرنانديز. ملعوب الكرة للأمام تصل إلى وسط الملعب سانتي كازورلا وو يونغ. كازورلا بصورة جميلة النقلة للأمام والمحاولة هنا للتقدم. تباتا تمرير ملعوبة من جانب تباتا ووعد دعود كرة وعد. أكرم عفيف لمسة في الأمام من جانب أكرم عفيف إلى كازورلا. كازورلا هو يجريك، ما تخليه يجري في هذا العمر وهو داخل على السادسة والثلاثين، هو يجريك سانتي كازورلا. الحاج مصطفى إلى خارج أرضية الملعب ومحمد حسين إلى داخل أرضية الملعب من جانب نادي الإغريقيات. وعبد الهادي نعمان، عفوا عبد الهادي نعمان هو من يأتي إلى داخل أرضية الملعب. ملعوب الكرة محاولة هنا أمامنا جويلرمي، الاستخلاص يأتي عن طريق جويلرمي، تعود مجددا لوسط الملعب. كرة عائدة إلى سعد الشي، سعد تمر إلى رمي التماس. محاولة للمرور والتقدم، يأتي الاستخلاص بيدرو في وسط الملعب. هنا دوب اللمسة الأولى التي كانت حاضرة هنا أمامنا من عبد الهادي نعمان، تدخل بقوة على وو يونغ. نصل الدقيقة 84 أيها الكرام أيها الأحباب من عمر المباراة في شوطها الثاني، ونادي السد في بداية مبارياته لهذا الموسم يتقدم بأربعة أهداف على نادي الإغريقيات العائد مجددا إلى دوري الدرجة الأولى. الإغريقيات الذي كان بمسمى نادي الهلال، بمسمى نادي الهلال من أندية الدرجة الثانية لنادي الإغريقيات. المحاولة هنا أمامنا أكرم عفيف، المرور بصورة جميلة. أكرم 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 أكرم، تمريرة يا سلام والتسديدة. الله لابد أن تكتمل هذه اللوحة، لابد أن تكتمل هذه اللوحة وهذه الرسمة الجميلة من لاعبي السد، لابد أن تكتمل في الشباك بهدف رائع، مرور جميل. لكن شوف جويلرمي، شوف جويلرمي قال لي يوسف عبد الفتاح هاك الدلع في المرمى، ورغم المحاولة والتصدي الحاضر من جانب ممدوح الليثي، ولكن المتابعة مباشرة تأتي والكرة في الشباك تعلن عن هدفها الخامس لنادي السد. قلنا يا جماعة، قلنا أيها الكرام أن فريق الإغريقيات إذا ما دون السد هدفا وثانيا ستفتح المباراة على مصراعيها
وبالفعل ها هو المشجع السداوي يلوح بعشقه بهدف خامس لنادي السد ونتيجة قاسية 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 وبأقل مجهود من جانب أكرم عفيف الذي دخل في شوط المباراة الثاني. أعتقد أن نادي السد نترقب وننتظر منه إبداعا يتمثل في البطولة الآسيوية لأنه المجموعة الموجودة أمامك والمجموعة الحاضرة أمامنا والأسماء المدججة الموجودة أعتقد أنها تحتاج بقوة إلى بطولة حقيقية وهي تضاهي هذه الأسماء تضاهي يعني بطولة خارجية. الخريطيات لا حول له ولا قوة نادي الخريطيات واقع يغني عن الحال والفريق أمامه الكثير إذا ما أراد البقاء للمنافسة أمامها الكثير والكثير لكي يبقى وينافس. ملعوب الكرة إلى وسط الملعب تغيير اتجاه اللعب والاستلام هنا يأتي أمامنا من جانب بيدرو والكرة العرضية إلى خارج أرضية الملعب تمر إلى خارج أرضية الملعب كرة بيدرو ركلة ركنية وثانتي كاثورلا يلعب الكرة ثانتي كاثورلا كرة حول منطقة الجزاء ويونغ تعود كرة ويونغ تغيير اتجاه اللعب إلى أكرم عفيف يبحث عن التقدم والعرضية داخل منطقة الجزاء ومرت إلى خارج أرضية الملعب من جانب يوسف عبد الفتاح كرة جميلة من أكرم يعني سبحان الله في يوم من الأيام ستانلي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عندما شارك منتخب قطر في بطولة كأس الخليج 70 أول بطولة وأول منتخب يشارك في بطولة رسمية في البحرين وكان حينها المنتخب مع حسن عثمان دقدق وعيسى محمود وسليمان سعيد وخالد بلان وخطاب الدفع وحسن السويدي وسلمان خليفة ومل الله عبد الله ومحمد غانم وعبد المجيد إسماعيل وانطلاقة لأكرم عفيف ومحاولة داخل منطقة الجزاء للمرور والإبعاد بعد ذلك من أمام أكرم ومبارك فرج وصالح النصف ومحمد كاظم وعيسى كهربا بقيادة المدرب المعروف الذي صال عديد الأندية السوداني حسن خيري خالد بلان كان أفضل لاعب في البطولة وجوهرة البطولة وفي النهاية امتدح بصورة كبيرة جدا امتدح ستانلي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وقال حينها هذا يمثل جوهرة هنا في منطقة الخليج ومنها جاءت عديد الألقاب عليه ولكن أجمل لقب هو الجوهرة للمرحوم خالد بلان وكان الامتداح بأنه لاعب إمكانياته أبعد من الخليج وانتظرت قطر من تلك البطولة إلى 2006 عندما جاء ابنها خلفان إبراهيم خلفان وحصل على أفضل لاعب في آسيا والأقدار تشاء يأتي بعد ذلك عبد الكريم حسن ويأتي أكرم عفيف وترى هذا التطور الهائل الكبير الموجود والقفزات في عام 70 إلى الآن يعني تتكلم عن 20 سنة تغير جذري في كل شيء هذه تجربة حريا بها بالدراسة تمرحل الرياضة في دولة قطر وهي جزء من الدولة يعني لما ترى من عام 70
ترى فترة الثمانينيات والقفزة التي حدثت فترة التسعينيات ومن عام 95 بعد ذلك وتدريجيا شيئا فشيئا إلى الانفجار وإلى الأحلام التي كما ذكرت خرجت من تحت وسادتها فأصبحت واقعا ليس مجرد أحلام بل المستحيل أصبح واقعا عندما ترى هنا الصورة العامة للدولة ولشوارعها ولمنشآتها ولحلم الاستضافة الذي أصبح واقعا ونراه أمامنا الآن. وكما ذكرت لم يتبقى إلى 808 أيام، كلها أمور عجيبة تدعو بأن تقرأ هذه التجربة الخالدة. المحاولة ملعوبة والعرضية داخل منطقة الجزاء، الاستلام هنا أمامنا والبحث عن المرور، فانتي كاذورلا يبحث عن تمريرة يوسف عبد الفتاح التسديدة، ولكن الليفي بالمرصاد ما ماشي معاك وما عايزاك الكرة يا يوسف عبد الفتاح. كرة ملعوبة إلى وسط الملعب تمر وتصل لصالح نادي السد، تغيير اتجاه اللعب من تباتا لثانتي كاذورلا، النقلة فيها الأمام والعرضية لكن تمر على يوسف عبد الفتاح، تمر على يوسف عبد الفتاح وإلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى تلعب من جانب ممدوح الليثي الذي أبلى بلاء حسنا، ولولاه لكانت النتيجة أكبر من ذلك للأمانة، لولا يعني تألقه وتصديه والذود عن مرمى في أكثر من كرة. عائد الكرة إلى وسط الملعب، يوسف عبد الفتاح يبحث عن التقدم، يلعبها تغيير اتجاه لعب الاستلام من ثانتي كاذورلا، كاذورلا هنا أمامنا والتمريرة ملعوبة بصورة جميلة لأكرم عفيف، أكرم عفيف باحث عن المرور، أكرم المرور والعرضية من أكرم لكن بيجمان منتظري في إبعاد الكرة بعد ذلك، تبعد كرة بيجمان منتظري. تمريرة وكرة تعود نقلة هنا أمامنا وتمريرة لوسط الملعب، الاستخلاص حاضر هنا أمامنا والتمريرة للأمام، المحاولة هنا للتقدم والانطلاقة لكن التغطية حاضرة من جانب عبد الكريم حسن. واحدة من الأمور الإيجابية والتي دائما ما نتغافل عنها عندما نشيد بالمهاجمين واللاعبين، لكن مباراة اليوم للأمانة حكم المباراة أبلى بلاء حسنا في مباراة اليوم، أبلى بلاء حسنا في مباراة اليوم الحكم عبد الله العذبة، وقدم مباراة جميلة ومباراة رائعة للحكم عبد الله الحذبة وعبد الله العذبة والطاقم الموجود معه. والشيء بالشيء يذكر، إذا ما ذكرنا أول حكم شارك في كأس الخليج، قبل ذلك كان هناك ماجد بن سعد السعد أول حكم ومن أول الحكام القطريين، بعد ذلك رستم باقر من الأسماء المعروفة التي لعبت وزاولت كرة القدم وكان حكما بارزا، بعد ذلك جاءت مجموعة من الأسماء، الحكم الكبير جمعة العلي، جاسم الهيل، جاسم الخوري، وتمتد الأسماء إلى الجيل الحاضر الموجود أمامنا، فتحية لحكم اليوم ولكل الأجيال والتحية لكم أيها الكرام. إذن هذه المباراة التي جمعت بين السد وبين نادي الخريطيات والتي أخذت خصوصيتها بأنها افتتاحية أول مباراة في ملعب المدينة التعليمية الذي سيحتضن مباريات كأس العالم، السد يفوز بنتيجة كبيرة ب5 أهداف مقابل هدف واحد، وعسى أن تكون مباريات كأس العالم بهذه الصورة التهديفية وبهذه الجمالية التهديفية. هارد لك لنادي الخريطيات، ما باليد حيلة، هذا هو الحال وهذه هي القدرة. مبروك للسد. أيها الكرام الكلمة تعود للزميل العزيز أحمد خليل.
شكرا للزميل العزيز سوار الذهب. إذن ينتهي اللقاء بفوز السد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على الأخر الرياض. إذن وكذلك هناك مباراة أخرى مستمرة، السلية والريان، نتيجتها هدف لكل منهما والمباراة مستمرة. إذن الأهداف التي شاهدناها مجملا ستة أهداف، الهدف أو الأهداف الخمسة التي من خلالها استطاع أن يسجلها طبعا نادي السد بخمسة أهداف حاسمة، وطبعا اقتناص ثلاث نقاط من خلال هذا اللقاء. إذن مشاهدي الكرام، هذه